سأتحدث الآن في خلال في غضون 20 دقيقة في 20 دقيقة أنا حتى أكثر ماذا سيكون أصدقاء بديتوا معايا وش تكملوا معايا برمو دونك التوا باش نحكي شوية معناتها from strategic point يعني من وجهة نظر استراتيجية باش نحكي شوية على user groups على الاكتيفيتي في البلدان العربية معناتها شنو هو نجمو نشوفو بعد في أريبيا يعني عملنا حاجة برشا حلوة تلمدنا هنا فرحانين برشا اللي صار هذايا اللقاء ونحبو بعد باش نخرجو بخطوات عملية وباش نخرجو معناها بنتائج واقعية يوم الموسم. أول حاجة احنا عندنا في الوطن العربي ثلاثة يوزر جروب هكا مصر تونس والجزائر والاخواننا معناتها في بقية الدول العربية باش يحكوا لنا شنو معناتها هل أنه فما تواجد اللي صار في ويكيمانيا صار اجتماع عربي باش نحكيو عليهم بعد شوية في الويكيمانيا القادمة شنو باش يصير دونك هنا نعطي البارول معناها الكلمة نعطي الكلمة هنا للشارد اليوزر جروبس حاليا اللي هما مصر والجزائر هل أنه معناتها شنو هو التقدم اللي حصل قبل اليوزر جروب وبعد اليوزر جروب هل فما تغييرات هل فما معناتها شنو هو معناتها كانوا وبعد نعطي الكلمة لبقية المشاركين بالدول العربية الأخرى هل أنه يخموا كونه يصير فما يفهموا عليا هل أنه يفكروا كونه معناتها باش يحذروا وحذوا البلدان هذه ولا لا وإذا كان أي يعني وقتاش كيفاش يعني هنا باش نحكيو شوية معناها شكون من ويكي مجموعة مستخدمي مصر نتصور ينجم تتعرفوا سمير ولا محمد عود سمير عصفور محمد عود محمد عود خلص اليوزر جروب من حوالي اقل من سنه من شهر 6/2014 وفعلا اظن اليوزر جروب في مصر سهل لنا حاجات كتير يعني مثلا بقى سهل ان احنا نعمل مشاريع ونطلب جراند مثلا من الفاونديشن ان هم يساعدونا في عمل المشاريع دي في مصر وكمان سهل لنا الشغل في البرنامج ويكيبيديا التعليمي في مصر في جامعه القاهره بس يعني عملنا الحمد لله السنه اللي فاتت مؤتمر مؤتمر برنامج التعليم في جامعه القاهره وكمان اللي عملناه في اليوزر جروب ان مسابقه ويكي لاب مونومنتس وويكي لاب افريكا وطلبنا كانس للمشاريع دي واظن الحمد لله ان احنا عملناها كويس ووفرنا دعم كويس وجبنا جوائز كويسه للمشاركين في مسابقات يعني انشطه تانية برضه عملناها اللي هي مسابقه ويكي المرأة دي كانت خاصه بالبرنامج التعليمي ومسابقه تانية في التاريخ برضه اسمها نجم التاريخ للكتابه في المقالات التاريخيه وكمان في عملنا اكتر من ايديتونس 3 ايديتونس وحضرهم العديد من المشاركين يعني في مصر يعني فما فرق كبير ما بين قبل ال فعلا في فرق شو ده؟ حكينا شوي على الجمهور الجمهور مستخدمين الجزائر هو كان في الحقيقة كان محاولة لإنشاء مجموعات سبعة. كان مستخدمين يحاولوا ينشئوا تشابتر
ولكن عملت انشاء تشابتر كانت اصعب التسهيلات التي جاءت بفكره اليوزر جروب، سمحت لنا بانشاء يوزر جروب في ظرف قصير وسريع، سمحت لنا بالتجمع في كان الاعتراف باليوزر جروب في نوفمبر 2014، وهو النشاطات اللي كنا نعملها بصفة يعني مهم. هو بعد الاعتراف باليوزر جروب كان التواصل سهل مع المسؤولين في ويكيميديا، وفرنا سرعة قبول الاقتراحات والمشاركات. بالنسبة هنا في ما يخص النشاطات في الجزائر، نحن نجتمع دوريا ونقوم بتنظيم مسابقات كنا ننظمها قبل ما يكون اليوزر جروب، لكن الآن نحن ننظمها بصفة دورية مثل ويكي لوف ايرت ويكي لوف مونيمنت، وننظم ورشات في التعريف بويكيميديا ومشاريع مختلفة، والهدف تاعنا هو جلب مساهمين جدد لتوسيع حققتوا الهدف الهدف هو راه في الطريق. رانا بدينا بمجموعة فيها أربعة نشيطين وعندنا خمسة أو ستة، هو الفرق ما بين مجموعة المستخدمين في مصر أو الجزائر، هو المستخدمين مثلا في مصر كلهم من جامعة من الجامعات من الطلاب جامعة، والمستخدمين في الجزائر ما عندهمش نفوذ في الجامعة، والعمل مع الطلاب في الجامعة يعطينا نشاط أكثر، والطلاب عندهم وقت إضافي يعني نقولوا مع الدراسات تاعهم يمكن يشاركوا في التحرير ولا نشاطات ويكيبيديا ولا ويكيميديا بأكثر سهولة. نعم. يعطيك الصحة. شكرا. نحكي شوية على تونس. في تونس زاد كيف كيف. قبل معناتها كنا قبل ما نعملوا اليوزر جروب كنا معناتها ناشطين، ولكن كل واحد على حدة، يعني ما عندناش حاجة تجمعنا، كل واحد تقول له عرف بروحك يقول لك نكتب في ويكيبيديا. معناتها توا معناتها وليت عنا ستيتيوس، ولينا كي نحكيو باسم ويكيميديا، مجموعة مستخدمي ويكيميديا بتونس، وهكا وليت أسهل معناتها سواء نحكيو مع ويكيميديا فاونديشن ولا مع معناتها المسؤولين في ولا والا ليزاسوسيسيون الجمعيات. الحاجه الباهيه زاد كونه مع مجموعه مستخدمين نجموا نعملوا مشاريع اكثر، يعني الطموحات بدات تكبر اكثر واكثر، واحنا هنا في تونس باش نمشي لموضوع ثاني، احنا في تونس معناتها قاعدين نبرمجوا باش نعملوا معناتها الايدوكيشنال بروجرام والكلام، مشروع الكلام المتاحف والمكتبات. وهنا نحب معناتها نرجع للأخوة من الدول العربية الأخرى، فما الأردن فيها ما شاء الله نشطين كثر، فما العراق السعودية، هل أنه يخموا معناها باش يعملوا مجموعة متاع مستخدمين ومعناتها باش يكملوا معناها تثنية ويعملوا مشاريع معناها باسمهم، شكون عنده معناتها ينجم يحكي لنا على اللي عنده فكرة متاع مبادرة في الدولة متاعه؟ سنيب اسماعيل. باسم المستخدمين المغاربة نتحدث مع الزميل سمير ومع سي
تأسيس يوزر جروب في المغرب لمنح مبادرة أكبر في ويكيميديا بروجيكتس، وأيضا تأسيس بعض الميتينجز والمؤتمرات في المغرب في الجامعات وفي المدارس خاصة لدفع الأجيال القادمة للمشاركة بشكل أكبر في الموسوعة. وحنا إن شاء الله نتعاونوا مع جماعة الجزائر اللي هما اللي قراب لينا باش إن شاء الله يعاونونا ويساعدونا يعطونا التجربة ديالهم باش نصبحوا بحالهم، نتمنى نتعاون معكم الدول العربية ما نقولش للمجموعات أكثر. وحنا الهدف ديالنا الآن هو نحاولوا نحفزوا، لأن حنا تقريبا من هنا بالأشهر بيضاء أشهر يكون عندنا مجموعة ديالنا. الهدف ديالنا هو نحاولوا نحفزوا الدول العربية الأخرى أنها حتى هما يمشوا على الخطة ديالنا وديال الجزائر وتونس ومصر. فإذا كانت دولة أخرى عندها تحفيز ممكن يتكلموا. أعتقد أنه إحنا نتشارك مع الأردن في نفس الشيء، عندنا إديتورز من السعودية، صح المتواصلين بشكل مستمر مو كثير، لكن موجود في عدد أتوقع كافي إنه يكون في يوزر جروب، لكن بيننا ضعف التواصل. أعتقد أنه من أهدافنا خلال الفترة القليلة القادمة إنه يكون بيننا تواصل أكبر، وبعد ما نكون تواصل بين المجموعة نشوف إمكانية إن إحنا نفتح يوزر جروب في السعودية. إن شاء الله يكون السنة الجاية في الإمارات، إذا كان استضاف الإمارات إن شاء الله يكون اليوزر جروب. أنا بصراحة تشجعت، يعني متشجع جدا متشوق إنه نبتدي هيك كيوزر جروب مثلا لبنان أو باشر البرنامج التعليمي لبنان.
ولكن للأسف في ضعف شديد جدا بالمشاركين اللبنانيين بويكيبيديا العربية حاليا في يعني الأنشطة اثنين في أنا وفي أبو لؤي بس، فحتى الوقت ما عم يساعدنا بوقت إنه نعمل أي يعني نشاط جاد لهالشيء هيدا، فبس يعني النية موجودة بس يعني منتظرين الوقت المناسب عم ندعي. لا تتخيل أننا في تونس عنا مئات من المشاركين في ويكيبيديا، لسنا بالمئات ولسنا بالعدد الكثير جدا، إن كان نواة لمجموعة مؤمنة بمبادئ ويكيبيديا فأظن أنها من اليسير أن تكون هذه التجارب فعليا. فلسطين نعم. نحن عندنا مشكلة قريبة من مشكلة العراق، إنه عدد المحررين في ويكيبيديا عدد كثير صغير. شخص واحد في شخص واحد بعرفه بفلسطين، محمد إيه؟ محمد بن غريب. الفلسطينيين اللي مش من فلسطين. هو مش فلسطيني كثار. مش فلسطيني كثار. ولكن يعني لازم الاجتماع الشخصي وجها لوجه عشان نخلق هاي النواة، ولكن في برضه حكيت مع تايم مع سيتو ومع سمير عن انشاء يعني النواة عن طريق المدارس او الجامعات او التنتين معا، وان شاء الله خلال السنة نكثف الجهود إن شاء الله. إن شاء الله التوفيق. Just ask.
مشاريع كما ويكي لابس مونيمنتس وويكي لابس ايرث. يعني في السنه قبل الماضيه تعاملت على مستوى عربي، ويكي هو المعالم العالم العربي. السنه اللي فاتت تعاملت على مستوى محلي، يعني كل دوله وعملت المسابقه بتاعها. هنا نحبوا نستشيركم بيسكو العالم العربي كامل، شنو هي الصيغه الافضل ولا شنو تراو يعني في المستقبل؟ هل انه نعملوها على مستوى العالم العربي ولا تقعد على مستوى الدول؟ يعني فما مشاريع اخرين معناتها زاد نخمو فيها كما فكره طرحها منير ويكي لافز ماسكس، يعني حبيب ولا حبيب يعني وفما اذا كان فما مشاريع اخرى تخموا باش تعملوها زاد نجمو لو نحكيو فيها معناتها مناسبه. يعني رايكم في المسابقات تكون على مستوى عربي والا على مستوى الدوله؟ شكون عنده شكون؟ هو من التجربه بتاعنا في تنظيم المسابقات الاحسن تكون مسابقه ويكي روب مونيمنت تكون محليا اولا وبعدين عالميا في الصور التي تفوز في كل بلد توضع في المسابقه العالميه، وفي نفس الوقت نجمع 10 صور ثلاث صور ولا كل مجتمع في الدول العربيه يقدم، وتقام مسابقه عربيه للعالم العربي. نزيد حاجه اخرى العالم العربي كله انه فيه مسار بروسيا ولا يعني اماكن كثيره وباهيه مليحه. نحب نضيف حاجه هامه جدا، ربما لم اعد متحمسا جدا لفكره ويكي لابس. لماذا؟ سافسر لماذا. لاحظنا في كل المسابقات انه يتم تحميل الصور بكثافه في فتره المسابقه، بعد فتره المسابقه ينقطع نهائيا المسابقه في ويكيبيديا، ينقطع نهائيا كل المساهمين لا يضعون صور، ومن بعدها تجي تشوف المقالات ليست هناك مقالات لتؤسس هذه الصور، ليس هناك اي اضافه اخرى لويكيبيديا غير الصور. هي ليست احنا نريد من المسابقات هذه ان تشجع المساهم في دخول عالم ويكيبيديا، اذا دخلها ولم يخرج باضافه نوعيه للمقالات فاعتبر هذه المسابقه تستطيع ان تكون مسابقه في الفن الفوتوغرافي اكثر منها مسابقه ويكيبيديا. لذلك اريد ان اضع بعض، اذا كانت هناك مسابقات ويكي لافز موسكس او ويكي لافز شيء في القريب، ان تكون معها مجبرا ان من سيكون من ربح او من فاز بهذه المسابقه ان معايير الفوز ان تكون صوره قد استعملها هو نفسه في كتابه مقال حول ذلك الموضوع، ان لا تبقى هذه الصور على ويكيبيديا كومنز وتبقى بدون استعمال. هذا هو نعم. يعني نستطيع ان نعمل على شكيت الكيكات في ويكيبيديا الانجليزيه، يفعلون بنظام نقاط. يعني الصيغه هي المناقشه لكن الفكره لا يجب ان لا في ذلك الوقت لازم لانه باش يربح النقاط لازم يعمل فيتشر في البيكتشر ويستعملها في فيتشر ارتيكل او سمثينغ لايك ذات، يعني لازم يستعملها في تلك الحاله. السؤال الأول اللي أنت طرحته إنه هل تبقى على المستوى المحلي ولا تصير على المستوى العربي؟ في الحال أنا بأيد رأي محمد بشندة إنه بتقدر تبلش فيها على المستوى المحلي وبتصفي الأفضل على المستوى المحلي بتنتقل فيها على المستوى الثاني اللي هو على المستوى العربي، وكمان فينا نطلع فيه على المستوى العربي. النقطة الثانية بالنسبة لويكي لابس مونيمنتس تحديداً،
يعني على يمكن على مدار ثلاث سنين صار في اشباع، خلينا نحكي في الصور اللي صارت ترفع على الكومنتس لنفس المناطق ونفس الحجار ونفس الزوايا. ف اقتراح مسابقات ثانيه مثلا زي مسابقه الفود اللي عملوها في افريقيا، وفكره المساجد برضه ممتازه في ويكي لوفز ايد اظن عملوه اكزاكتلي. فهي نقاط مهمة وإيجابية. الشغلة الثالثة اللي كنت تحكي عليها محمد إنه بدك إنه الصور نفسها توظف داخل المقالات. هلا هي لازم كل الوكيبيديا يتعاونوا فيها، لأنه بدك يعني ما بتضمن إنه الناس اللي بترفع الصور على كومنتس هم ناس بتقدر تكتب مقالات وناس بتقدر تحط الصور فيها، عرفت كيف؟ هلا الفكرة إنه إحنا كوكيبيديين أنا لما بكتب مقالة المفروض أفتش على صورنا اللي موجودة في الكومنتس وهي اللي أحطها جوات المقالات. في طبعا ورشات قبل هذه المسابقات على ما أظن. لن يشارك في المسابقة أحد لا يعرف شيء عن ويكيبيديا أو عن الكومنتس، هذا صحيح؟ هذه الورشات يجب أن تكون على مستويين، مستوى رفع الصور ومستوى التحرير في ويكيبيديا. بالنسبة لرفع الصور يعني في المرات اللي فاتت حاولنا انه نخلي اي حدا يعني لدرجة يعني ما بدي اقول انها كانت صح، فصفينا في النهاية من الناس مجرد عم ترفع اي صور، صور حتى بدون جودة، حتى بدون اهمية، شو اهميتها الموسوعية، شو اهميتها حتى بالنسبة لكومون. وإذا بدك تترك الموضوع للوكيبيديين لحالهم برضه الأمر متعب وغير يعني ما بتقدر، فبدك ناس ثانية تدعم. يعني إذا بدك تشارك في مسابقة يا إما بتصفي بدك تركز على الكواليتي، يا إما بدك تصفي تركز على الكوانتيتي، وأنت أدرك فيها يعني بوصمك محترف. لسه محترف. لا محترف. كنت عايزة أقول إن أنا بتفق معاك على الصور تحديداً، إن هي لازم الصور الفائدة تحديداً لازم يتم ربطها بمقالات ويكيبيديا. هو أنا أعتقد إن مفيش ورش بتتعمل، إحنا بس اللي إحنا كنا عاملينه قبل كده اللي إحنا عاملينه الخطوات إن هما إزاي يرفعوا الصور على الكومنتس بس. لأنه هو الفكرة إن أنا بجيب واحد أو هو مصور أصلاً، هو واجب إن هو يصور، فهو هدفه إن هو يرفع لي الصورة ويدخل بيها المسابقة عشان الجايزة. هو الويكيبيديا ما بيتمهوش في حاجة للأسف. فاحنا فعلا لازم نشدد القواعد بتاعتنا في التكريم. لو انت بس بيرفعها لي عشان انت مصور، لا انا مش عايزاك، انا عايزاك على مستوى كومنتس وعايزاك على مستوى الويكيبيديا نفسها، فانا هحطك في الكليه معايا. شكرا. هي فكره ويندي لاوز رغم السلبيات اللي ذكرتها انت حابين تصور انها فكره جيده، لانها مش تساعد على اسعار المحتوى. يعني نحن في العالم العربي عندنا نقص في المحتوى، لكن نجم نثمنوها كفكره بممكن تغيير قواعد اللعبه في عوض انه مثلا نختار صوره بتاع معلم مصور تصور قداش 1000 مره، نولي نعطي كوفيشنت لمعلم كوفيشنت امبورتنت كوفيشنت لمعلم تكون هي اول صوره لي ولا من اول الصور لي، وكوفيشنت اذا السيد اللي عمل الصورة كذلك يعمل ارتيكل تابع المعلم بلغات مختلفة اكسترا. يعني نجم نلعب على القواعد على خاطر عندنا بوكس. بالعكس فكرة ويكي لابس بنيت من مدربين نطورها حتى تقولي ويكي لابس تونيجيا، يعني محتوى في تونس، محتوى على الاجتماع، ويكي لابس ايجيبت، ويكي لابس اي بلد من البلدان العربية، لانه فيه تحفيز معناتها اللي فات انه المشارك يعرف انه ثم جائزة، انه صورته قاعد ثم لجنة تحكيم ولا البقال نتاعه ثم لجنة تحكيم دارس فيه، يعطي نوع من التحفيز. صحيح باش يكون ثم بيك بارتيسيبيشن تفرض مساهمة، لكن في الأخير المساهمة موجودة. يعني جماعة اللي ياخذوا يشاركوا في ويكي لابس مونيمنت هما ياخذوا في صور على كامل العام، لكن ما يحطوا الصور الا في الشهر هذاك، لانه يعرف انه صورته اذا حطها في جوان مش باش تدخل في المسابقه، لكن يحتفظ بها لسبتمبر لانه عنده امل انه يربح حاجه. يعني تصور انه كفكره ويكي لابس ايجابياتها اكثر من سلبياتها. خاف انه يصبح
من شخص يكون كل حاجة. هذا جزء من العمل التشاركي والتكامل في ويكيبيديا. شخص محترف تصوير وشغل تصوير يساهم معنا بالصور، شخص مهتم بالتحرير والترجمة يترجم ويستخدم صورة الشخص المحترف لصور الصورة. فما أطلب من الشخص أنه لازم يكون مصور ومترجم ومحرر وكل شيء مع بعض. فأنا أشوف أنه لا، بالعكس أنه هذه الجائزة تحفيز المصورين. ممكن يكون ناس يشتركون عشان الجائزة، بس ما يهمنا. في النهاية احنا وصلنا لهدفنا انه طلعنا محتوى صوري للاشياء احنا نحتاجها. ايوه صور حرة احتجنا او كمية كبيرة. انا اشوف انه هذا الهدف تحقق. جزء من اللي شارك اللي نشارك لاجل الجائزة ممكن يكمل. وحتى لو 90% 95% وقف سوات، مش المشكلة. خلاص احنا وصلنا لهدفك. اسمحوني الاسئلة البقية لانه ما عادش عنا برشا وقت. فما أساس مواضيع باش نقولها بسرعة. بالنسبة للنقاش الفات معناتها ممكن كنتيجة يعني فما آراء مختلفة، والكل في بالي معناتها عندهم يعني جانب من اللوجيك يعني المنطقية. نتخيل يعني في إنشاء المسابقات الجاية تصير أكثر نقاش على الميتاب وال نعم وأكثر تنسيق يعني. والفكرة كونه نعمله مسابقة عربية ومسابقة محلية، نتصور كونه حسب الآراء بتاعكم يعني مبدئيا فما اتفاق كونه المسابقة تكون عالمية والفائزين باش يكونوا على مستوى محلي، معناها تقييم محلي ومسابقة عالمية للجميع. صحيح. ننتقلوا توا لموضوع آخر واللي هو الويكيمانيا مكسيكو، باش تكون إن شاء الله في شهر جوان. يعني في ويكيمانيا لندن ما كانش فما حتى مداخلة من أي فهمتش، ما كانش فما مداخلة عربية. يعني فماش سنة شكون حط معناها بروبوزل ولا معناتها يقترح كونه باش يقدم مداخلة في ويكيمانيا، حتى شخص حتى السنة هذي. تفضل. يعني خلص الديدلاين عندنا شخص واحد. جي بربا ما ظن انه حيطلع في الاساس من جي بربا الطبق التعليم الطبق التحفظنا، لكن من وجهة نظر اللي ناقشناها احنا والاخوة الجزائريين. لكن هذا ما يعنيش يعني احنا شفنا في ويكيمانيا لندن كانوا العرب عملوا اتفاق مع عملوا اجتماع هائل. ان شاء الله السنة زادة اذا كان فما مجتمع عربي باش يحضر ندعو مع الجميع العرب انه يناسبوا مع بعضهم من قبل يتعرفوا على بعضهم ويعملوا اي توم ديفو توصيه كونوا مع المشاركين يتعرفوا على بعضهم ويتفقوا باش يعملوا ميتينغ في ويكيمانيا مكسيكو ان شاء الله. نمشيو اخيرا لويكي اريبيا يعني this version يعني إذا كان فما يعني إذا كان أنتم معناتها نطمحوا كونه باش نعملوا ويكيمانيا أخرى، شنو تشوفوا كونه شنو مواضيع لازمنا نطرق لها نبدلوا الصيغة؟ هل تكون مثلا سنوية كل اثنين سنوات كل ثلاثة؟ يعني شنو هي الفيجن اللي تكون عنده؟ يعني جملة واحدة أقول أنا أشوف صعب انه يقوم بهذه العمل يعني السنوية رغم بحكم يعني قلة المشاركين العرب عموما العربي تكون كل سنتين على الاقل او ربما اكثر حتى يعني. والصيغة لا الصيغة جيدة حاليا مقبولة جيدة اشوف، بس انه اظن كل سنة ما اظن سستينبل يعني ما اظن في استمرارية تكون كل سنة. شكرا. اللوجو جدا
جداً رائع، لكن ينقص شوية ألوان. فقط غير. محمد. أولا أحب أشكر طرف تنظيم الرائع ويك العربية، وشايف برضه إن كل سنة يعني ممكن يكون كتير، شايف إن هو كل سنتين يكون كويس، كل زوز سنتين. فما آراء أخرى في عربية شفتها في المطرح؟ وأنا أريد أركز على الجانب التقني، الجانب التقني في ويكي عربي لازم المشاركين والتقديم يكون فيه جانب تقني، يكون فيه سيشن ولا دي وركشوب خصيصا للجانب التقني لتعليم المشاركين من يرغب في ذلك في تعلم الاشياء التقنيه كالبوتات والستاتيستيكس وكيفيه يعني كل الاشياء التقنيه التي تتعلق بالويكيبيديا. الامر الثاني نتمنى تكون في الويكي عربيا القادمه فيه دعوه للطلاب للمشاركين لا يعرفون اي شيء عن ويكيبيديا او مشاريع ويكيميديا، يجهلونها بصفه تامه، كمثلا ابواب مفتوحه للجمهور في دواء شيء كهذا. هذه تاني مهمة جدا، وأنا أفضل أن تكون كل سنة التنظيم، أن تنظم كل سنة. هذه شكرا. بود لو كان تصير ديسكشن على السوشيال نتوركس في العوام القادمة، يعني واحد يعني واحد ذاتي يحكي مع الجمهور على الإيمان أو على يعني إثارة النقاش بصفة عامة في حول المواضيع اللي تتناول في وسط المنتدى. أعتقد إنه يعتمد نعملها كل سنة ولا كل سنتين ولا كل عشرة ولا عشرة، بس يعني إذا زادت اليوزر جروبس زاد التفاعل، أعتقد إنه من المهم التجمع ومشاركة الآراء عشان نواجه بين المجموعات المختلفة. النقطة الثانية إنه بتأمل إنه يكون في فيديو كونفرنسينج اللي ما بيقدروا يحضروا، على الأقل يكون في تواصل. طبعا هاي بدها تخطيط وبدها انترنت سريع في الحقيقه بخصوص الفيديوهات لدينا التصوير جل المداخلات تم وسيتم التريتمنت يعني بعد ان شاء الله باش نحطوا على اليوتيوب. أكيد أكيد راح ننشره مع اليوتيوب باش بقية المجتمع العربي يطلع عليه. محمد جرودة آخر مدخل. أتمنى أن يوجد ورك شوبس حسب مثلا تقنية على كيفية عمل البوت أو عمل التيمبليتس، دي أتمنى أن هي تكون موجودة العام القادم.